يوم تربوي بامتياز شهدته العاصمة أبوظبي، زانه حضور سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس الأمناء الجائزة، في حفل تكريم الفائزين في الدورة السابعة من جائزة خليفة التربوية. أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة ننظر للتعليم بتقدير عالي، حيث نضعه على رأس القائمة، قائمة أولوياتنا الوطنية، ونوليه اهتماما كبيرا، ونوفر له أوجه الدعم اللازم لتحديد محتواه وتطوير مناهجه والعناية بالقائمين على أمره، وذلك إدراكا من القيادة الرشيدة بما للتعليم من دور مركزي في بناء الإنسان الذي هو أصل الحضارة والتقدم وأساس ثروة الأمم وزيادتها. التربية بجامعة الملك عبد العزيز في جدة المملكة العربية السعودية عن دراسة بعنوان تمثل جائزة الشيخ خليفة منارة من منارات الميادين الدولة التربوية، وها هي اليوم في دورتها السابعة تواصل مسيرتها في تكريم التربويين في مختلف مجالات التربوية تحت شعار ميز نفسك. والحقيقة أنني في غاية الفرح والسعادة لفوز كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي بهذه الجائزة المميزة، جائزة الشيخ خليفة التربوية على مستوى الوطن العربي. شعور الحقيقة يغمره الفرح والفخر بأن يتبوأ الكرسي الحقيقة هذه المكانة بجهد كبير ودعم متواصل وعطاء الحقيقة لا حدود له، وتوجيه من سمو الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز الداعم لهذا الكرسي، وكذلك برعاية وتوجيه و متابعة من معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور أسامة صادق طيب، والحقيقة الجهد الكبير الذي بذله المشرف على الكرسي الدكتور سعيد بن مسفر المالكي الذي الحقيقة شرفني نيابة عنه باستلام هذه الجائزة، وأتمنى إن شاء الله تعالى أن تتواصل هذه الجهود المباركة ويواصل العطاء وتتواصل الجوائز بإذن الله. طبعاً اليوم أنا فايزة بجائزة خليفة التربوية فئة المعلم الواعد، وهي أول مرة فتح المجال للمعلم الواعد، وهي عبارة عن جائزة للمعلم الجديد الذي أكمل سنتان في مجال التدريس، وأنا سعيدة جداً وأشكر جائزة خليفة لفتح مجال للمعلم الواعد، فتح المجال للمعلمين الجدد أنهم يعبرون عن تميزهم ومواهبهم في سلك التدريس. فزت في مجال المشاريع والبرامج التربوية المبتكرة عن شبكة إنتاج ومشاركة عروض الفيديو التقديمية بكلية التربية جامعة السلطان قابوس. حقيقة الفوز بالجائزة دي يعني شيء مشرف ليا ويدفعني للعمل أكثر، لأني مثل هذه الجائزة وجائزة خليفة بالتحديد من أكثر الجوائز على مستوى الوطن العربي احتراما وتقديرا. مشروعي كان عن تصميم تطبيق وشبكة تمكن الأساتذة من إعداد المحاضرات والدروس الخاصة بهم وطلابهم في شكل فيديو للتغلب على العديد من المعوقات التي نقابلها في جامعاتنا العربية، والحمد لله أن المشروع فاز على رضا القائمين على اللجنة، وإن شاء الله يكون ده باعث للعديد من المطورين الآخرين والباحثين لمزيد من الإبداع والتفوق في هذا المجال. فرحة ملأت قلوب الفائزين بهذه الجائزة المتمثلة في دعم التعليم والميدان التربوي وتشجيع الإبداع والابتكار. الحياة تقترن بالعلم وترتقي بالمعرفة، لذا عهدت دولة الإمارات العربية المتحدة على رفض قطاع التعليم بأفضل الممارسات العالمية شملت جميع محاوره، فأضحى التعليم أبرز محاور أجندة الحكومة الإماراتية. لبرنامج المنتدى هيا البدارنة أبوظبي.